النهاردة يا جماعة طالعين رحلة في المحيطات والأعماق عشان نصطاد يا جماعة. بصراحة اللعبة دي هتبقى من أجمل اللعب بالذات لمحبين صيد السمك يا جدعان. مين منكم بقى بيحب صيد السمك؟ يا ريت يقول لنا ولايكاتكم يا جماعة، وخلينا ننطلق ونشوف اللعبة الجميلة دي ونبدأ نشوف قصتها. اوكي، كان يا مكان الله الله الله، ده اسمه ده اسمه ده نسيت والله اسمه اللي قاعد بيصيف ده كمان. يا راي انت كابشن قاعد في المصيف يا جماعه، جاي في الوقت المناسب. ايه ده؟ والله انا خايف بتاعه تطلع وتعض يا جماعه. طلعت بجد، الله يرحمه يا جدعان. الله بنت معلش، قول حقها. طب كويس كويس، نزلها مكانها يب، خليها احسن. تليفونه بيرن. هنبدا بقى يا جدعان الاكشن والمغامرات، لان هيبدا يتصل بيه وهيقول له تعالى بقى معايا على المركب عشان نطلع الطلعه الجميله. شوفوا يا جدعان هناكل ايه؟ السمك، محبين السمك هيحبوا اول الحاجات دي. اوكي، انطلقنا يا جماعه، والكابتن اخذنا على السفينه بتاعته، طبعا عمال يقول لنا هنعمل ايه وما ادري ايه، وطبعا خلصنا رايح. وخلينا يا جدعان نبدا ننطلق عشان نبدا نصطاد. انا عن نفسي بقى هبدا اركز على ايه؟ الكابوريا والجمبري وتشاني استاكوزا. النهارده على الدلاع يا جماعه، ودلعكم برده معايا. ويا سلام بقى لو لقينا سلمون، يا سلام، السمك ده هيفرق معانا جدا برضو في الاكل وفي الكاش. فخلينا نبدا بقى نبحث في الاعماق. ايوه الغطس المتين. ايه يا بطل راغي يا عم، سيبك مني بقى. طبعا يا جدعان هنبدا نروح هنا سريعا. ايوه، ونخلي بالنا من نفسنا. حلو، يلا نمشي بقى اللي بعده. هنا هنبدا ايوه نجيب سمكه. تعالي تعالي تعالي. صعب يا جماعه، هنصطاد ازاي؟ ممكن نبدا نستخدمهم لما يكون في حاجه قريبه مننا. ماشي ماشي، دونت وري. ممكن بقى نستخدم ايوه الصيد. ايوه استنى استنى، هحاول اصطاد سمك يا جماعه، ركز. ايوه جيب جيب، اسحب يا زعيم. جبنا كام؟ جبنا شويه شويه، خليني مركز مركز. سمكه صغننه، صعبه صعبه، المسافه بعيده، السمكه بتجري مني، لازم اكون قريب منها، فانا هحاول اقيم عليها. اوكي صعبه يا جماعه. ايه نفسي اجيب الدبل، اسحب يا جدعان. السحبه مش طبيعيه، السمكه بتدي اللي هي الدفعه بتاعتها، وبالذات لو ماشيه مع الموج بتعمل لنا مشكله. فخلينا نشوف. يا جماعه احنا ممكن كمان نطور الادوات بتاعتنا. لا 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 لا، ايه الجمدان ده؟ خلينا نشوف بقى. سلامون ايوه تخيل انا بصطاد لقيت قرش يا جماعه، الله يستر. السمكه دي ايوه، يا لهوي على حظك. ايوه دي معديه قدامي، ما بتمسكش دي ولا ايه؟ ايوه تعالي تعالي مع اخواتك. جبنا ثلاث سمكات يا جدعان زي ما طلب مننا، اطلع يا زعيم عشان هناكل بقى الاكل النهارده. ونقول ايه؟ يا جماله يا جماله. اوكي شكله بالظبط يا جماعه، بص تقلقش، بص كرش يا معلم عايز ياكل. يلا اوكي، خلينا يا جدعان نبدا نتحرك ونسوق المركب. يب نشوف برضو مكان تاني يا جدعان، عشان برضو ايه المكان اللي احنا فيه ده؟ ايه الله 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 الله، ثواني ده المكان بقى نحضر الاكل فيه. اوكي نعمل السوشي بقى والدلع ده، انا في نفس الوقت طباخ يا جماعه، عشان كده بقول الكرش ده كله ده جاي منين؟ ايه ده فيه؟ من القطه، استني هتقطه. الله الله الله، في زلزال يا جدعان، في زلزال، خلي بالكم يا رجاله. ما شاء الله المكان كله اتكسر، هل هنطلع منها على خير يا جدعان؟ لا شكلها لا والله. طبعا زي ما توقعت يا جدعان كان زلزال ودمر تقريبا حاجات كتير جدا في المطبخ، فانا دلوقتي طلب مني مطالب، ومن ضمنها اللي احنا نروح نجيب سمك. فلو انت لسه جداد معانا يا جماعه، تلاقوا الزر الاحمر تحت بقى، تدوسوا عليه وحولوا رصاص عشان تشتركوا وتنورونا في القناه يا جدعان، ونعزمكم على احلى اكل سمك. استنى استنى ما تقلقش ما تقلقش، سيب لي الكلام ده ليا. اول حاجه يا جماعه هنبدا نروح، ممكن عشان نصلح الحاجه عندنا فيه، هنصلح الحاجات بس احنا محتاجين هناخد 100 جولد، ولو جبنا سبع سمكات هنقدر بقى ناخد ايه دلوقتي؟ هنقدر برضو ناخد جولد. خلينا ننزل، طيب ننزل بس الاول نضرب غوطس على السريع. انزل بيو اضرب يا زعيم، حضرنا العده. خلينا ننزل نجيب السمك الاول، نجيب السبع سمكات، وبعد كده نرجع تاني نبدا نعمل ايه التصليحات اللي هو طالبها مننا. ايوه اضرب يا معلم. ايوه بقى في سمك هنا شكله جديد، خلينا ننزل. ايوه في سمك مسلوع خالص يا جماعه، لازم اجيب سبع سمكات زي في اللي اسمها ايه دي؟ اسمها ايه؟ حصان البحر ده ولا اسمه ايه؟ والله نسيت اسمه. استنى بس انا هحاول اصطاده. ايه ده ما بيصطادش؟ يا خساره. بس هحاول اقرب منه يا جدعان، ما بيصطادش والله، خساره، كان نفسي اجيبه. اوه في جمبري. استنى 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 استنى. خساره
ايه ده الجمبري؟ الجمبري كمان؟ لا مستحيل يا راجل، حرام عليك يا راجل، حرام عليك. الجمبري ايه؟ ماشي خلاص. طيب نبدا نتحرك يا جدعان، نبدا نركز اكتر على السمك. ادي نفسي سبيد 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 سبيد، نضرب غطس في الاعماق شويه. الاكسجين بدا يروح مني يا حلاوه، عايز اركز. تعالي راح فين الاكسجين؟ هروح فيه انا دلوقتي. يلا الثانيه. اوكي صعبه صعبه، فلتت مني المفتريه. وفي سمك هنا، في سمك هنا محترم عليك. يلا يلا تعالي 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 تعالي. الله الله اسحب اسحب، قويه قويه قويه. استنى استنى هنحاول نمسك تاني. قويه يا جماعه، تعالي اسحب اسحب. صعبه، تعالي تعالي. اوكي جبناها. اوكي اوكي خلينا نشوف كده. ثواني يا جماعه، زي التليبورت ده ولا ايه؟ خلينا نفتح التشيست. اوكي جالنا حاجه غريبه اسمها سليبي توي، ما اعرفش هي مدرك ايه. نقدر اوكي نقدر نستخدمها. اسحب اسحب اسحب. السمكه كبيره، صعبه صعبه صعبه. خلينا نحاول نسحب اللي تحتيها ولا. طب هاتي هاتي هاتي. ايوه تعالي بنت. خربت. بس نركز في الثانيه. اسحب 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 اسحب. جاي جاي تاني. هربت 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 يا جماعة. خلينا نحاول ننزل لك بالراحة. ايوه تعالي تعالي. اسحب 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 اسحب. والله ما بصدق، يلا الاكسجين بتاعنا بيروح يا جماعة، عمال يخلص بطريقة مش طبيعية. انا عايز احاول ابش على السمك التاني. بشويش بشويش. ايوه السمكة الزرقاء دي المفروض متدمجة شوية. ايوه اسحب 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 اسحب. يلا يلا. صعبه. اوكي اوكي نحاول نمسك تاني. جبنا لها ايه يا جماعه؟ ممتاز. يلا 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 يلا. حيل احلى اربع سمكات في العالم. هات بقى السمكه دي عشان رخمه. طب هات اختها. تعالي 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 تعالي. جبها 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 جبها. الله على الجمدان. تعالي 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 اسحب اسحب اسحب. خساره فرتت. اسحب 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 اسحب. اسحب 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 اسحب. صعبة. يلا نحاول نجيبها تاني. يا جدعان لازم اخد نفسي، لازم اخد نفسي. الله عليك. اطلع 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 اطلع. حبوط حبوط حبوط. سر سر. لازم اطلع اطلع اخد نفس. اوكي 19 17 14 10 انجز 7 5 4. حلو رجعت للمركب، رجعت للمركب الحمد لله. رجعت في المركب في الوقت المناسب كنت هروح فيها يا جماعه. بس جمعنا شويه سمك والله عالمي. اوكي شوف بيقول لي 100 100. الله ينور. رغم نقص السمك يا جماعه نغامر وننزل. استنى اشوف انبوبه الاكسجين هتنفع معانا ولا لا. خلينا نجربها. يلا انزل الغطس. هي سمكه واحده بس، سمكه واحده بس. احنا كده خلصنا المهمه بتاعتنا. حلو حلو الانبوبة بتاعتنا اتملت. يلا 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 خلينا نجيب سمكة صغننة بقى، كفاية أوي سمك كبير النهاردة. النهاردة هنتغدى وهنتعشى وهنفطر وكل حاجة زي ما. تعالي 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 حفيد. لا مش وقت بصراحة. كده خلصنا. لما طلب مننا نرجع يا جماعة للمركب بتاعنا يبقى كده خلصنا مهمة السمك. الدنيا ضلمت يا جماعة، عايزين بقى نروح عشان نصلح الحاجة. ندوس اوكي اوكي. ماشي ماشي احنا عايزين نروح والله، بس كنت بخلص بس حاجه. الموضوع طويل شويه. خلينا نبدا نتحرك. ايوه نروح يا جدعان لمطعم السوشي. انطلق بالمركب. الحمد لله على سلامتنا. خلينا نبدا بقى نصلح. ما تقلقش خلاص يا عم، انت متعصب كده ليه انت كمان؟ تمام خلينا نبدا نشيك. عندنا في انواع سمك هنا جميله نقدر نبيع السمكه دي. اوكي بيع كويس. يبقى نقدر يا جماعه نحضر اكل سمك ونقدر نظبط الكلام. هو عايز دلوقتي العصير الغريب ده، حط له احلى عصير في العالم. اوكي عصير سمك غريبه. لا لازم نعمل. لا اوكي لازم ما نعديش الحدود. كمل. اوكي اهو اهو حلو ممتاز كده خلصنا. عملنا له شاي اخضر 100 100. خلينا نشوف في ايه تاني. ده بيحضر الاكل ممتاز. خلينا ناخد الاكله بسرعه بسرعه. تمام نبدا نروح بسرعه عند الكابتن. تعبني معاك والله، طلع اصطاد معاك وعمال اغذيك. قاعد انت باشا. اوكي للاسف يا جدعان مشى وسابنا، فاحنا ممكن ناكل الاكل ده. ايوه
خلاص احنا كده يا جماعه كنا ناكل ده بالنيابه عن الكابتن الثاني، لان للاسف كان مطلوب مننا احنا ممكن نرميه، بس انا قلت لا نحافظ عليه وندخله في كرشنا. ايه ده؟ اوكي اوكي الزبائن ما شاء الله بدات تيجي كتير، فخلينا ابدا ايه احط لهم الحاجه بتاعتهم. يلا صب 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 شاي اخضر، شاي اخضر ممتاز، ايوه ممتاز بيرفكت الله ينور. وانت طالبه ايه؟ خلينا اروح بسرعه اجيب الاكل. ايوه ناخد الطلب ده يا جماعه نوديه هنا. اتفضلي طلبك ممتاز. وانت عايزه ايه؟ ناخد الطلب ده. اوكي ناخد طلب حلو، نروح بقى للكابتن ده عشان ما اتاخرش، وناخد ده كمان. والله يا جماعه شغلنا لذيذ، احنا شغالين في مطعم وفي نفس الوقت بنظبط الكلام. نروح بسرعه 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 الزبونه الاخيره عشان ما تعصبش، ونبدا ناخد بقى اللي بعده. ايوه الراجل مشقيني معايا. اوكي يلا 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 كله 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 ياكل ويتغذى النهارده. المحل شطب يا جدعان، وكان مستواه رسل ابد، بس يعني يعتبر الحمد لله يعني كاول مره لينا في المطعم فيعتبر كويس. طب ممكن بس تحيلنا كده يا كابتن وظبطنا بس في المرتب بتاعنا؟ شكله مش عاجبه حاجه يا جماعه، خلينا ننطلق بالمركب. سيبك منه يا عم شكله هيقرفنا. لا ايه اللي حصل؟ احنا رايحين نودي البضاعه يا جدعان. الله 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 مين ده؟ استنى كابتشي، ايه ده بيحسس؟ بيدينا خبطه يا رخم دي مجنون. شفط المركب بالكامل. كان امي يا جمل. ايه ده مين اللي بيتصل؟ الو ايه اهلا وسهلا. طبعا يا جماعه والله اعلم شكلها المركبه اللي كانت شايله البضاعه لمين؟ للمحل اللي كله نكد ده. دلوقتي خلينا نروح. هو المفروض نعمل ايه؟ لازم نجيب حاجات معينه، خلينا ننزل طيب بسرعه. اضرب يا زعيم الغطس المتين. ايزي ريبيو. ايوه بقى الغطسه، شوف يا جدعان الغطسه الواحد مش عارف ينزلها. خلينا ندور دلوقتي، تقريبا عايزه مننا اسمه ايه ده؟ نجمه البحر. يب عايزين ندور عليها. ايوه في تشيست، افتح في تشيست البحر ينفع؟ حلو ناخد ده يا معلم. اندر ووتر. يا جدعان تنجز معانا حلو، بس نستنى شويه عشان ما تخلصش بسرعه. هو ده ايه ده؟ استنى يا جدع، سمكه رخمه تقريبا. السمكه دي عايزينها صح؟ اوه بتصد ما شاء الله على الايم بتاعها. شوف يا جماعه اول ما اقرب منها بتنفخ ازاي. تعالى يا خلبوصه محظوظه. نفش عليا مشكله، بتقعد تصد هي الحاجه بتاعتها. كمل. ايوه اسحب 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 محظوظه يا جماعه، متعبه جدا. انا افكر امشي واسيبها. وخدوا بالكم من الوقت بتاعنا الاكسجين، خلينا ننزل بس شويه ونحافظ على البتاع دي. عايزين المفروض لونها احمر. يا لهوي على السمكه، في سمكه هنا عملاقه، ده احنا لو جبناها هنتاكل. يب نفتح التشيست، هي انبوبه اكسجين. حلو جيت في وقتك جيت في وقتك. ممكن ناخدها؟ استنى استنى ينفع ناخدها؟ استنى بس اجمع بس دول الاول. حلو خدنا دي واحده ثانيه. اوه يا جماعه لازم نطلع بسرعه بسرعه. استنى 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 خدها خدها. حلو خدنا الاكسجين تمام. خلينا نرجع بقى تاني للانبوبه بتاعتنا ونبدا نجمع شويه من هنا. ناخد دوره حلو، وناخد ده كمان. اخدنا النجمه، دلوقتي عايزين نجيب تقريبا دي مش هناخدها صح؟ نمشي بعيد عنها يا عم، دي بتشك. الله الله بدمجتنا. عايزين ندور على السمكه الحمراء. لا مش دي، نفس السمكه اللي بتنفش زي التانيه بس لونها احمر. ايه ده؟ في حاجه غريبه هنا، خلينا اشوف. بس خلينا برضو محرصين. ايه ده جولد؟ خشب خشب خشب، جمعنا خشب. هو تقريبا دي السمكه اللي عايزينها. لا 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 مش قصدي والله، جاي تعض ولا انت جعان؟ السمكه يا جدعان والله مجنون. امشي امشي يا مفتريه، اهرب 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 اهرب. خلاص بقى امشي بقى امشي يا بنت، امشي 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 امشي. تعال تعال فايتك. اوه يا جدعان بتدمش. تعال تعال والله ما اسيبك. تعال 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 يا جبانه. تهربي ليه يا بلودانيز؟ هربت يا جماعه، خايفه هي اللي بتهرب مني. ماشي خلينا نطلع بقى بسرعه، عايز اخد نفس. يب هاخد شويه اكسجين. بصراحه يا جماعه اللعبه جميله جدا 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 وتفاصيلها كتير، عايز واحد يقعد كده ويمخمخ فيها. خلينا ندور. يلا بتاع خلصت مننا يا جماعه، بس مش مشكله ندور بس على السمكه. احنا كده خلصنا الهدف بتاعنا قبل الاكسجين بتاعنا ما يخلص. توقعاتكم بقى يا جدعان، ممكن نلاقي السمكه الحمراء دي ولا لا اللي بتنفش؟ انا لقيت البيضه تمشيها يعني. خلينا ننزل كده طيب في الاعماق اكتر. ينزل ينزل ينزل، يمكن على الله وعسى. هو في انبوبه اكسجين وفي سمكه يا جدعان اللي عامله زي اسمها ايه دي؟ دي مرعبه دي. اوكي خدنا اكسجين، بس انا
هحاول اصطاد. استنى هحاول اصطاد. اوه استخبت السهم بالدراسه. فدنا تسلخنا، زودنا الاكسجين بتاعنا. خلينا نكمل لان تقريبا السمكه مش سهله ان احنا نلاقيها. تقريبا هي موجوده على اعماق اهو زي ما توقعت. ويا جماعه سمكه الفرخه دي على فكره مسممه، فاحنا المفروض نخلي بالنا. تعالي 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 نضربه كمان. ابعد بعيد. لا لا اجري اجري يا زكي، مسممه هتدمجني. اطلع 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 اطلع. خلينا يا جماعه نفايتها من بعيد بس كده. ايوه حلو. ايه ده اخدناها. واو لازم اطلع بسرعه اكسجين. هطلع بسرعه اكسجين، ناقص عندنا كتير. ما انا بلاقي السمكه بس المشكله على مسافات بعيده قوي. ده يا رب يكون اكسجين، يا رب يكون اكسجين عشان انا كده هروح فيها. ايه ده مش فاهم انا. ايه ده الاكسجين بدا. يا لهوي السمكه حموت حموت. يا لهوي خمسه. حاضر اكتم نفسي. باي باي جيم اوفر يا جدعان. صعبه طيب شو تتعوض. سمكه سيئه جدا موجوده في مكان صعب قوي نقدر نجيبه. وللاسف يا جماعه خسرنا السمكه لان مسافتها بعيده جدا وخسرنا نفسنا. يا رب يكون عجبكم فيديو النهارده ولعبه النهارده. وانا جاي فيديو جديد مع ستيوب جيمنج. يلا سلام.